تحمل معاك ذكريات ومرات سواليف العمر تحمل معاك ذكريات والشوق في قلبي صحى الشوق في قلبي صحى يوم انت ذكرت اللي فات اسمك تبتى وامتحى اسمك تبتى وامتحى على جدارك يا الحياة في يوم ولا حقق لك أمالك إذا يا أخوي في صدرك إذا يا أخوي في صدرك تحس تحس بطعنة الخنجر إذا يا أخوي في صدرك أخيراً وصلت. تعال خالد تعال. وي نسيت أضمن مكدة اليوم يا هبت الهفام. تفضل ماما. بس هذول اللي كديتهم؟ إيه هذا كلش ثلاثة مال ثلاثة ساعات باقي كلش وقت ما عند دور دور والله. وه دارت خرايط راسك يا الميلق. بتحسدني بعد على هالبيزتين؟ اسمع روح اشتغل اليوم كمل شغلك يمكن تشوف لك كم من عبري هو ان رجعت عاد يا ويلك بتصل لك ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله ماما يلا روح الله حاسدني في هالبيزه بالسهل
تعب وشقا. حي الله مخ ولد. ما شو قلتي لي بتبينا من الصبح؟ كم روحت مني سويت اشقالي عطلتهم للعصر؟ شو اسوي بعد يا عمتي؟ ما خلى دقيقه واحده. الله يحاسبه ان شاء الله يا يمه. خوالدي يمه شلونك؟ عسى بس ما تاخرت عليكم. لا شويه بس. حظك اليوم بعد يبورصه مبندع. ولا كان الحين تلاقيني صراخ معاهم الا النقل ولا الصناعات ولا ما ادري وشو. شو اسوي يمك؟ سهم يودينا فوق وسهم يرضخ من القاع. هذا رزقنا يمه. حياكم حياكم يمه حياكم. نشاف نشاف. تحاتينا يا يمه. خويلد مثل ولدي. خويلد يمه هذه الحجره لك بروحك. روح حط شنطتك. عاد عمتي واللي يسلمك واللي يسلمك ديري بالك عليه. لا تحاتينا يا بنيتي. قد ما اقدر بحط بالي عليه. بس عاد هاي يا يمه انا مره رعيه بزنس. أشغالي وايد. أمتي هذا مصرف حق خوالد خليه معك. والحمد لله أن خوالد ولدي مو مثل أولاد الشياطين. بالعكس هو ذرب وما راح يضايقك. حتى هو شاطر بمدرسته بعد. الحمد لله رب العالمين. دام إنه عاجل وشاطر إيش له تحاتينا؟ خوالد خوالد حبيبي الله الله في نفسك. أبيك تدير بالك على نفسك وعلى صحتك. أنا طبعا بتصل لك إذا قدرت بأي أشوفك. اسمعني عدل، أنا أعطيت عمتي بيزات أي شيء تبي أطلبه منها هي بتعطيك. وأوصيك على دراستك. خوالد بتدير بالك على نفسك. هلا. نعم معك المدير. من؟ هلا أبا أحمد. يعني بترجعون المدرسة الأولية؟ لا لا لا، ودينا يقعد عند واحدة من أهل أمه. لا وبندخل المدرسة اللي يمهم. أي جريبة عندهم هناك. تب الصراحة الولد متعب وايد وكسلان وعلاماته وايد ضعيفة. يا ريال صدقني أنتوا افتكيتوا منه وإحنا افتكينا منه. هذا لو قاعد عندكم ببهدلكم. ولد مثل هذا مجرم شيطان، ايش تبون فيه؟ خلاص مر علي باكر ان شاء الله بتحصل ملفه جاهز. وهو الله يهداك متفرق حق الدراسه ومتفرق حق المشاكل. على العموم ما قصرت، مشكور وايد. تسلم، مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
خلوتك، قال المدير يدور عليك وسأل عنك مرتين، وحتى الضابط روحك ويبونك. بعدين معاك يا خالد، صار لك اسبوعين من انتقلت عندنا هني في المدرسة وكل يوم تجينا متأخر. لا هو اليوم مصخت جايني في الفسحة آخر مرة. أمس قلت لي آخر مرة، وأول أمس قلت لي آخر مرة. لا 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 لا، هذا الكلام ما ينسكت عنه. تطلع من عندي هني وتروح حق الأخصائي الاجتماعي، روح لمكتبة. تفضل. كل المدرسين يا وليد يقولون نفس الكلام. اقعد يا خالد. وليد انت ما كنت هالشكل، انت كنت احسن طالب يشارك المدرسين في الحصص، والحين يقولون انك قاعد في الصف ولا كأنك موجود. خير شر، سرحان وبس. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا ابو وليد؟ معك عبد الله، عبد الله الاخصائي الاجتماعي في مدرسة ولدك. ابدا ابدا ابدا، الحمد لله ما في مشاكل. لا يمكن عنده يعني شويه مشاكل مثلا في المدرسه ولا لا، احنا تقدر تعتبرنا الحمد لله حياه اسره سعيده يعني الحمد. ايه لا انا مو مقصر الصراحه، ابدا ابدا. تسلم، مع السلامه. اسمع يا وليد، ابوك يقول انكم مرتاحين في البيت وكل شيء مستقر والحياة سعيدة، ليش مستواك الدراسي نزل؟ ليش علاماتك صارت ضعيفة؟ لا لا يا وليد، انت ريال عاد ما يصيحون كذي. ها يا وليد قل لي، اكيد في شيء متعبك، قل لي يبا، قل لي ليش تصيح؟ امي وابوي كلها يتهاوشون، ابوي يهاوش امي وهي تهوشة بعد كل يوم كل يوم. خلاص يا وليد، امسح دموعك وروح صفك، وأرجوك أرجوك لا تسرح، وأنا إن شاء الله بتابع الموضوع. يلا يبا روح صفك. وليد وانت الشرطة الصف حلال عليك. تعال يا خالد. أمك وأبوك عايشين معاك في البيت، أنا ياليت أمي وأبوي عايشين معاي في البيت. إن شاء الله يتهاوشوك كل ساعة، مو كل يوم، كل ساعة، بس ما يطلقها. وليد قول لأمك وأبوك خلي يتهاوشون ما عليه، بس لا يطلقها. أنا أبي أعرف أنت إيش تبين؟ تبين أقعد هني لك في البيت؟ أنا ما قلت هالشكل، لكن سفرة الكثر ما لها داعي. شغلي؟ شغلي يتطلب اجتماعات، شركات، معارض، روحات، عياد. ما قلنا شيء، مرة مرتين في الشهر، مو مرتين وثلاث في الأسبوع. حنيتي علي، سوي تجارة، سوي تجارة، سوينا. الحين تعال لا تسافر، مو على كيفك، بس. مليت أنا، زهقت من الحياة هذه. إيش تقصد يعني؟
احط حد حق هالمشاكل هذه والهواش، والحل عندي في يدي. يبا ايش تبي انت بعد؟ يبا يما جاوبشو كل ساعة، بس ارجوكم لا تطلقون. ابيكم معي على طول عشان ما يصير مثل رفيج المسكين اللي ضاع بالطلاق وما ابوه. ارجوكم 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 ارجوكم. شو اسمه رفيجك؟ خالد. شو سالفته؟ سامحيني يا ام وليد، انا اسف. انا اللي اسفه يا ابو وليد، سامحني. تعال يا ابو وليد تعال. لا تخاف، اوعدك خلاص من اليوم وساير احنا بنودع المشاكل والهواش. صدق حبيبي. يلا نروح. مستعدين؟ ايه. عاد صبره يعون. يعني انت بتاكل؟ ايه. عندك بيزات؟ لا رحت في شغلك. حاجي جيب 2 بارد ان شاء الله. طيب بسكوت ولا شيء ثاني؟ لا بس بسكوت. ما عندك غيرهم؟ خلاص خلاص. الو. نعم عمتي، شلونك؟ خوالتش اخباره؟
خوالد بخير ولهمك ها؟ كان سألتي عنه صار لك أسبوع ما تدرين عنه، شو هالقطيعة هذي؟ ومن اللي ما يهمه ظنايا عمتي؟ الله وحده هو اللي عالم بالحال. أنا ما أدري ليش الريال هذا حدوه بدو بالولد، كل ما يب طاريا والحين قاعد لي قاعدة يقولي لا تطلعين من البيت، إذا رحت وشفتي بيتي لا تدشينا مرة ثانية. والله ماني عارفة شو أسوي يا عمتي، والله إني ولعانة عليه. لا ما له حق. عشان كذي يا عمتي خلي خوالد يمرني نظر عيني، أبي أشوفه. إن شاء الله بعد حكم رايلك هذي مو بحكم. ما باليد حيلة يا عمتي، الله كريم. مع السلامة. تعالي لا تروحين حق ولدك، صدق انه كلب. فرهان ثبت رجلك. برافو وليد. فرهان هلا يا فهد، حلو تلعب تمام. شوف اذا استمريت تلعب هالشكل انا اعتقد ان شاء الله بيرشحونك للبطوله. خليك تمام. ها ضرباتك حلوه. الو انت مسوي لي مسكول؟ ايش عندك؟ شنهاو؟ تبي تركبني على من يوم؟ لا 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 صبر خلني اي واشوفها بنفسي. بروحكم قشوشة. ايه يلا على السلامة. الله ركبون على من يوم. خوالد يما اذا تبي تقعد اقعد يما، واذا تبي تطلع تروح الدكان او تمر على امك يما كيفك، بس علي ما لا تخلي الباب مشرع يدشون علينا غنم بيت حسن. هاي يما يلا. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. الأول من أيبش طال الشنطة تعصبين، الحين ما شاء الله بروحش ترتبين. العصبية والهواش ماي من وراهم غير النكد والمشاكل. أي والله الحمد لله، جزاه الله خير اللي كان السبب. الاستقرار حلو يا وليد. أكيد. شايب يا خويلد ومن له السياكل؟ عمتي هذا السياكل
ساكننا احنا ربع اخويا عشان عندنا سباق مدرسة ويعبينهم عندي خشونهم اسمع عشان ما يجيبوا الناس ياكلنا ويشترون مثلهم وقلدونا. زين شلون حطيتوهم في بيوتكم؟ لا 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 لو خشينا في بيوتنا بيشوفونا اصلا هم يدلون بيتنا. الله يوفقكم على اليمة خشوهم علينا اخاف يعدلون بيتنا. خويلة يما امك تبيك تمر عليها باكر. سكن واحد من الربع. انت ما عندك مدرسة اليوم؟ ها؟ اي في مدرسة اليوم بس كان حفلة وكلها لعب وطلعنا. خويلد حبيبي ما اوصيك، ابيك تهتم بدراستك، ما بمستواك ينزل عن الاول. يعني لازم الو شرطة الاحداث. خوش والله هذه اخرتها، شرطة الاحداث يجون البيت انا اخر عمري الشرطة يطقون بابي. يا القهر. لا والشرطة يقولون اكو سياكل مبيوقة وواحد من عيالكم اللي بايقها. قلت لهم خسي هذا ما يصير واحد من عيالنا، هذا كلب من الكلاب ولا نعرفه. وانا ايش دراني؟ ايش دراك؟ الناس يقولون عنه ها؟ انا بعرف من بأمره هذا يجيني البيت؟ أنا اللي طلبت منه إنه يمرني، أبي أشوفه. يا سلام! أنا أمنعك تتصلين فيه، تروحين له، تخلينه يجي البيت؟ صرنا علوج بحلوج الناس. سمعي زين، هذه آخر مرة إن سمعتك اتصلتي فيه، أو ياني البيت، أو رحت تدورينه، ما تلومين إلا نفسك، سمعتي؟ الو خير شو مسوي؟ بل ابوه مسافر ما ادري متى يرجع، يمكن شهر شهرين. زين اتصل بامه. لا هو يعرف رقمها. يلا متكلمين مركز الشرطه متصلين. شبون صايدين خلود وعصابته يقولون انه بايق سياكل ويبونك تروح تكتب تعهد. قلت لهم لا ابوهم مسافر عندكم امه. تصرف حكيم اللي تصرفتي. انا شو وديني بالله حق الفضايح والمشاكل، انا فاضي. قلنا لك ولدك مجرم وهذه اخرتها. شفت يستاهل ما مسكوه وياتهم بعد يسجنونه عشان يكون عبره لغيره. انا ابوك سياكل، تبوك سياكل. حسبي الله عليك من ولد. أنت متأكد إن عمته هذه ساكنة في هالبيت؟ إيه نعم أنا متأكد. من الظهر وإحنا قاعدين نتصل ما حد يريد علينا. طيب طال عمرك ليش ما تجرب تتصل في بيت عمه مرة ثانية؟ اتصلت يبا اتصلت من غير ما تقول لي، سكروا التليفون في وجهي. يبا ما يبونه، صدقني ما يبونه. أنا أقول ما في إلا ننطر عمته ترد البيت عقبها نتصل فيها. أكيد سعريات. هلا حدية شلونك؟ الله يسلمك يما حبتك العافية. عين علمك أن أخوات مسكت الشرطة. شرطة ها؟ شو مسوي؟ لازم تروحي الحين عشان تطلعينا. يا رب وش العقل بها الصبايس الروحة. Thank you.
استحملناك ورعيناك وايد يا خالد. أخرتها جاي المدرسة بدون كتب ولا دفاتر؟ شنطتي ضاعت ما أدري وينها. هي على الشنطة ولا على غيابك؟ عموما تروح البيت وتعتبر نفسك مفصول لين تجيب ولي أمرك. تفضل. شفتك مرة ثانية ذبحتك. الله يقطعك يقطع الساعة اللي شفتك فيها. ذب Oh, yes, man.
حساب يوم.